مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الرياضه اليوم. تصدرت تشرين جدول ترتيب الدوري السوري الممتاز لكره القدم بنهايه مرحلته الخامسه بفوزه على ضيفه الوثبه بهدف، كما تغلب الجيش على جاري الشرطه بهدفين نظيفين والفتوة على النواعير بهدفين لهدف، فيما خيم التعادل على لقاء الاتحاد وضيفه الحرجله. لنتابع التقرير التالي ومن ثم نعود. لدين صباغ على الكره. ارتقى تشرين لصدارة ترتيب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على الوثبة في قمة الجولة الخامسة من منافسات الدوري بعد مباراة عاجزة خلالها الفريقان في هز الشباك خلال الوقت الأصلي للمباراة، حتى تمكن أحمد الدالي من تسجيل هدف الفوز الثمين لتشرين في الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع. وبفوزه رفع تشرين غلته لإحدى عشر نقطة ليقفز لصدارة الترتيب متقدماً بفارق نقطة واحدة على الوحدة الذي خسر أمام مضيفه الطليعة بهدف دون رد سجله خالد دينار قبل عشر دقائق من نهاية اللقاء الذي أقيم على الملعب البلدي في حماة. وعلى ملعب جلاء بالعاصمة دمشق حسم الجيش ديربي العاصمة لصالحه بالفوز على جاره الشرطة بهدفين دون رد سجلهما محمد الواكد في الدقيقة 41 من ركلة جزاء وعند الدقيقة 47، وبفوزه رفع الجيش غلته لثمانية نقاط ليتقدم للمركز الرابع بفارق الأهداف عن الوثبة، فيما تجمد رصيد الشرطة عند خمس نقاط في المركز التاسع. وفي دمشق أيضاً وعلى أرضية ملعب الفيحاء حول الفتوة تأخره أمام النواعير بهدف سجله سعد الله قطرميس بالدقيقة 12 إلى انتصار بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي الفتوة محمد زينو عند الدقيقتين 59 و75، وبفوزه رفع الفتوة رصيده إلى خمس نقاط بالمركز العاشر بفارق الأهداف عن النواعير 11. وفي حمدانية حلب خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على لقاء الاتحاد مع ضيفه الحرجلة، سجل الاتحاد أولاً بواسطة زكريا عزيزة في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، بعده بدقيقتين أدرك محمد حمدكو التعادل، وبالتعادل بات رصيد الاتحاد أربع نقاط ليحل بالمركز 12 بفارق الأهداف عن الحرجلة. وفي حمص تغلب حطين على مضيفه الكرامة بهدف، وفي آخر المواجهات تعادل جبلة مع ضيفه عفرين بهدفين لهدفين. في المنتصف سيكو. نعم مشاهدينا، الحديث أكثر عن الجولة الخامسة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم ينضم إلي من ألمانيا الكابتن جو مرد موسى نجم نادي الجهاد ومنتخب سوريا سابقا، ومن دمشق الناقد والمحلل الرياضي الكابتن عمار جراد. اهلا وسهلا بكم ضيفاي الكرام على شاشه قناه اليوم. لو بلش من عندك كابتن جومرد، اول شيء مساء الخير وكل عام وانت بخير بمناسبه عيد ميلادك كابتن جومرد. نعم كابتن جومرد هل تسمعني؟ يبدو ان نواجه مشكله بالصوت مع جومرد. هل تسمعني كابتن جومرد؟ طيب ايضا ارحب ب نعم تفضل كابتن جومر اذا عم تسمعني. مساء الخير استاذ سومر. مساء الخير حبيبي، كيفك شو اخبارك؟ طمني عنك. شكرا شكرا لك، بتشكرك وانت بالف خير ومسي عليك ومسي على ضيفك الكريم وعلى كل المتابعين. مساء الخير، ايضا برحب بالكابتن الحقيقه عمار جراد بظهوره الاول معنا على شاشه لي، ومساء الخير كابتن عمار ومنورنا ايضا. مساء الخير. مساء الخير استاذ سومر، تحياتي لك وتحياتي لكل متابعي قناتك. مساء الخير، تحيه خاصه للكابتن جومر موسى، قامه رياضيه نفتخر ونعتز بها حقيقه. مساء الخير كابتن عمار، بلش من عندك كابتن جومر. المباراه الاولى مباراه القمه، قمه الجوله الخامسه اللي جمعت بين تشرين والوثبه، استطاع من خلالها نادي تشرين انه يحقق انتصار مهم كابتن جومر على الوثبه بهدف وارتقى لصداره الدوري. تماما استاذ سومر، بعد التوقف لحوالي شهرين بالنسبه للدوري السوري بعد الجوله الرابعه عاد الدوري ليستمر بالجوله الخامسه. طبعا اكيد الوضع مختلف تماما بصراحه، كلياتنا كمتابعين غير راضيين عن هاي التوقفات الكثيره اللي بتاثر بشكل كثير كبير عن مستوى الدوري واللاعبين والتحضيرات.
مباراة تشرين والوثبة كانت مباراة، يعني كانوا عم تشوف مباراة ببداية الدوري، الوضع كان متوسط. الشوط الأول تشرين فات بحالة هجومية، حاول يسجل هدف مبكر لحتى يرتاح ويريح جمهوره. طبعا فريق الوزبك كمان كان فريق عنيد، كان فريق منظم، عرف الكابتن عمار شمالي كيف يدافع بشكل صح بالشوط الأول ويخرج متعادل. بشكل عام بالشوط الثاني كانت الأفضلية متوازنة بصراحة مع دخول فريق الوزبة لجو المباراة بشكل أكثر وبادر بالهجوم، وسنحت للفريقين عدة فرص بصراحة. الحماس وجمالية المباراة كانت بالعشر دقائق الأخيرة بالدقيقة 90 تماما، سجل هدف الأول لتشرين اللاعب أحمد الدالي من ركلة ركنية تابعها بطريقة جميلة جدا. صار في قوة، صار في حماس بالعشر دقائق الأخيرة، انتهت المباراة بفوز تشرين. أنا برأيي كان مستحق تشرين بأرضه بين جمهوره بالكوكب النجوم الموجودة عند الكابتن طارق جبان، كان بيستحق هذا الفوز. طبعا كمان فريق الوزبة بيستحق الاحترام على أداء رجولي وقوي لنهاية المباراة. طيب خلينا بعد إذنك كابتن جو مرد نشوف وجهة نظر الكابتن عمار بلقاء تشرين والوثبة. بصراحة أنا بشوف المباراة كانت بعيدة عن مستوى المأمول، خصوصا أن الفريقين مرشحين يعني للقب. يمكن التوقف يعني صار التوقف الطويل اللي صار أثر بشكل سلبي على جاهزية الفرق، على رتم المباريات. لهالسبب شفنا يعني كل مباريات الدوري كانت برتم بطيء نوعا ما، لنكون يعني عشان نكون أدق، يعني الشوط الأول بكل مباريات كان بطيء نوعا ما. تشرين يعني دافع بمبدأ الاصطفاف الدفاعي، وضع خطين دفاع متقاربين، وهذا قلل من خطورة فريق الوثبة، خصوصا اللاعبين مؤنس أبو عمشة ووائل الرفاعي، لاعبين يحتاجون المساحة أكيد، مشان مهاريين سريعين يحتاجون المساحة. طبعا هاي الجزئية من فريق تشرين قللت خطورة الوثبة نوعا ما بالثلث الأمامي. طبعا المباراة كان فيها حذر شديد بالنصف ساعة الأولى، ما شفنا أي فرص من الفريقين. طبعا الوثبة خلق كثافة عددية بمناطق منخفضة يعني، ونتيجة التعادل أنا بشوفها كانت أقرب يعني بصراحة. تشرين نجح أكيد باقتناص النقاط الثلاثة، نعم. هدف وقت قاتل. تفضل استاذ. نعم كابتن، يعني فعلا يعني أعذرني على المقاطعة مشان نحاول نلقي الضوء أو نسلط الضوء على كل أكيد. المباريات طبعا فوز بنهاية المطاف كان مهم لتشرين، استطاع من خلاله أنه ينتزع صدارة الدوري. والسؤال لك كابتن جومرد، من الوحدة اللي تلقى خسارته الأولى هذا الموسم بسقوطه الحقيقة خلينا نسميه المفاجئ أمام الطليعة بهدف. تماما، يعني احنا تابعنا فريق الوحدة بالفترة الأخيرة بصراحة، كان بفترة تخبط يعني، إقالة إدارة النادي واستقالة الكادر الفني، وهذا الشيء طبعا كان مؤثر على فريق الوحدة. فريق الوحدة فريق كبير بيمتلك مجموعة مميزة من النجوم، سافر لمدينة حماة لملاقات فريق الطليعة، الفريق العنيد والصعب على أرضه بين جمهوره بصراحة. كانت مباراة كمان يعني ندية وقوية بين الفريقين. أنا بشوف أنه فريق الطليعة استفاد من فترة التوقف، الكابتن فراس قاشوش عمل على كتير تفاصيل، وبالتالي يعني تابعنا جزء من المباراة، وهدف المباراة كان بيلخص حال فريق الوحدة. التخبط اللي خارج الملعب كان مؤثر على أداء اللاعبين، وهدف كان من خطأ دفاعي يعني قاتل بصراحة بالعشر دقائق الأخيرة. وبالتالي مباريات اللي بتصير بأرض حماة بتكون صعبة كتير على الفرق جميعا. بنقول مبروك لفريق الطليعة على هذا الفوز. طيب كابتن عمار، ايضا نادي الجيش استطاع ان يعني يحسم ديربي دمشق مع جاره الشرطه بفوزه بهدفين.
طبعا مباراة الجيش والشرطة كانت مباراة بغاية الأهمية لفريق الجيش. فريق الجيش دخل بمرحلة شكوك بعد سلسلة، ما نقول سلسلة نتائج سلبية، يعني بعد نتائج ما كانت مرضية بالفترة الأخيرة. المباراة يمكن كانت مصيرية للكادر الفني للنادي بشكل عام مشان المنافسة على الدوري. مشكلة الجيش كانت من البداية مشكلة تفاصيل صغيرة. أنا تابعت الجيش بأكثر من مباراة، مثلا بمباراة النواعير غاب للأمانة عنه التوفيق، كان قريب بأكثر من فرصة بالتسجيل. نجح اليوم نجح بمباراة الشرطة بالتسجيل عن طريق الواكد. طبعا الواكد يؤكد من جديد قيمته كهداف للدوري، كهداف لنادي الجيش. ببساطة ممكن ملاحظة فرق بين نادي الجيش بدون الواكد ونادي الجيش مع الواكد. فوز مهم جدا أيضا لنادي الجيش. فعلا شفنا نادي الجيش متنوع هجوميا دفاعيا. طبعا هاي الصورة كانت غائبة بالمباريات الأولى، خصوصا يعني مباراة النواعي، مباراة الأولى مع الفتوة كان الفريق دفاعي أكثر من اللازم. لا، بالمباراة الأخيرة كان في تنوع هجومي والدفاعي جيد أدى للحصول على النقاط الثلاث. نعم كابتن جو مرض أيضا يعني حطين يحقق انتصار ثمين في حمص على الكرامة بهدف دون مقابل بمباراة عرض من خلال الكابتن أحمد العمير لإصابة. طبعا نتمنى السلامة للكابتن أحمد العمير، وحسب الأخبار الواردة إن شاء الله وضعه صحي في تحسن بإذن الله تعالى. قراءتك كابتن جو مرض لمباراة حطين والكرامة؟ أكيد أنا كمان ضم صوتي لصوتك، بتمنى الشفاء العاجل لأخي وصديقي الكابتن أحمد، ويعني من خلال تواصلي معه ومع عائلته اللي بتربطني علاقة كتير كبيرة فيهم، صحته جيدة الحمد لله، وهو حاليا متواجد في المنزل وصحته بخير. طبعا المباراة بين مدرستين عريقتين بصراحة. الكرامة فريق جيد جدا، كم رجع بيعتمد على لاعبين نادي الكرامة، مدرسة الكرامة العريقة. أيضا فريق حطين هذا الموسم بيعتمد على نجوم نادي حطين، المواهب الصغيرة اللي دائما بتكون بنادي حطين، بمدارس نادي حطين. أثبت هذا الشيء عن طريق الكابتن عبد الناصر مكيس، وخطف فوز مهم جدا بصراحة بمجموعته الشابة. هذا الشيء بيثبت أنه الدوري متقارب المستوى بين الفرق بالأرض وخارج الأرض. الفرق عم تلعب إن كان فريق صغير المواهب أو حتى فريق الخبرة اللي أكثر هو فريق الكرامة، ولكن أنا بشوف أنه هدف لاعب زيد خديجة كان حلو كتير واستحق عليه الفوز فريق حطين. طيب كابتن جومر، شو سبب يعني تذبذب نتائج الكرامة هذا الموسم؟ يعني مرات بنشوفه فوق مرات بنشوفه تحت، السبب برأيك كابتن جومر؟ يعني أنا دائما بقول أسباب عدم ثبات المستوى في البداية هو فترة التحضير، الانتقاء الجيد أو الغير جيد، بالإضافة للأمور اللي هلا حكينا فيها قبل شوي، موضوع وقوف الدوري المتكرر بشكل كتير كبير. هذا الشيء بيأثر كتير على آلية سير الفريق، إن كان بخط تصاعدي بيوقف الفريق بهاي الفترة، بيصير حالة ملل بالفريق. لابد أنه لنادي الكرامة أنه يعيد حساباته. الكابتن عبد القادر رفاعي خبير بأمور النادي وقادر أنه يلملم جراحه ويرجع يعود لسكة الانتصارات بالدوري إن شاء الله. طيب كابتن عمار، أيضا الحقيقة يعني نادي الفتوة، وأنت قريب من نادي الفتوة، حقق انتصار ثمين وأول في الدوري بفوزه على النواعير بهدفين لهدف. كيف شفت المباراة؟ بعتقد حضرت المباراة كابتن عمار. كوني محلل أداء نادي الفتوة يعني بدي أبذل جهد كبير مشان أكون حيادي، لكن سأتحدث بموضوعي عن المباراة. مشكلة الفتوة تحديدا بهاي المباراة أنه يحتاج وقت طويل ليدخل بجو المباراة. تقريبا 20 دقيقة الأولى الفتوة كان غائب تماما، ما صحي الفتوة لحتى استقبل الهدف الأول من النواعير. تحسن طبعا شكل الفريق بالربع ساعة الأخيرة من المباراة، شفنا فرص، شفنا تهديد للمرمى بأكثر من فرصة. الشوط الثاني طبعا هو كان الشوط المثالي لفريق الفتوة، تغييرات المدرب الكابتن أحمد جلال بإدخال أسعد الخضر وعبد الرحمن
الرحمن الحسين والتحول بشكل أقرب لـ 4-4-2. طبعا دخول عبد الرحمن الحسين كمهاجم ثاني بجانب الزينو هو اللي أدى إلى تحرير الزينو. طبعا لاعب مثل الزينو لاعب هداف لاعب قناص، لكن هو كخصائص لاعب يفضل استلام الكرة، يعني يفضل القطع باتجاه منطقة الجزاء مثل ما شفنا حالة الهدفين. دخول أكرر يعني دخول عبد الرحمن الحسين تحديدا كان مفصلي بإهداء الفتوة النقاط الثلاثة. فريق النواعير سجل مبكرا لكن ردة فعله ما كانت مثالية. بعد الهدف عاد لمناطقه، اعتمد على المرتدات. هو يملك الأدوات اللي تعطي أريحية اللعب على المرتدات من خلال الأطراف، من خلال عبد الهادي دالي أو عبد الله تتان، أيضا من خلال سعد الله قطرميز، وجود لاعب أيضا مثل علي غصن مثالي لاعب ممتاز جدا بالكرة الأولى تحضير للمرتدة. هاي أدوات تساعد فريق النواعير على اللعب على المرتدات. لكن أنا بشوف قرار العودة ما كان مثالي. خلف هو اللي أعطى فتوى مد وتتالت الفرص لحتى أخذ فتوى النقاط الثلاثة. كابتن عمار نعم كابتن عمار يعني طبعا. باعتبارك قريب من نادي فتوى بوجه لك سؤال. نادي فتوى يعني طبعا. ألم يأتي الوقت لكي نرى نادي الفتوة ضمن الأربعة الكبار على أقل تقدير، خاصة في ظل التعاقدات الكبيرة اللي قام فيها النادي، يعني محمد زينو، محمد عبادي، عدي جفال، لاعبين على مستوى كابتن عمر؟ تماما أستاذ سومر، يعني المشروع اللي رسم للفريق بداية الموسم كان مشروع كبير، كنا نتمنى يعني كان طموح أنه نشوف الفتوة بالمناطق الأمامية بالمراكز الأربعة الأولى. هو الدوري الآن ببدايته يعني لسه ما فات شيء. اليوم لاحظ أستاذ سومر فتوة بالمركز 11 فارق بينه وبين الجيش بالمركز الرابع مباراة، يعني لسه بكير على هذا الموضوع. لكن بداية الفتوة هي كانت بداية أداء لا يترافق مع النتيجة. بكل المباريات الفتوة كان جيد لكن لم يكن موفق. مباراة الوثبة خير مثال، الفتوة سدد 5 تسديدات بشوط واحد على مرمى الوثبة، لم يأتي منها أي هدف، مقابل أول فرصة لفريق الوثبة أول تسديدة على مرمى يزن عرابي كانت هدف. مباراة الشرطة راجع السيناريو هدف بالدقيقة في الثواني الأخيرة حتى، يعني كان في أداء لكن ما تزامن مع النتيجة. نعم فعلا يعني أكيد يعني نعم مثل ما تفضلت كابتن عمار، لا زال الدوري في بدايته ويعني هناك متسع من الوقت لكي تتحسن نتائج الفريق، وطبعا نتمنى التوفيق لكل فرقنا بالدوري السوري. طيب كابتن جومار تأخرنا عليك لا تواخذنا، مباراة جبلة وعفرين، عفرين استطاع أن يعود بنقطة ثمينة من بطل الكأس الموسم الفائت نادي جبلة بتعادله معه بهدفين لهدفين. فعلا أستاذ عمر نقطة ثمينة لفريق النواعير مع بطل الكأس وواحد من فريق عفرين وواحد من فريق جبلة، واحد من أفضل الفرق اللي عم تقدم بالأربع جولات الأولى. يعني فريق جبلة ما تعرض للخسارة، فريق مميز بقيادة الكابتن زياد شعبه خاصة بأرضه بين جمهوره، فريق عنيد وقوي، واستطاع تسجيل هدفين، تقدم بهدفين، ولكن هاي النتيجة دائما بنقول أنه هي من أخطر النتائج على الفريق المتقدم. فريق عفرين قدم شوط تاني جيد، أو خلينا نقول 20 دقيقة الأخيرة قدم مستوى جيد. مثل ما تابعت أو سألت بعض المتابعين لفريق عفرين أنه التبديلات كانت مميزة وضغط على فريق جبلة واستطاع تحقيق نقطة ثمينة جدا ممكن نتفيده بالجولات القادمة إن شاء الله. يعني هل نقطة هاي كابتن جومرد بقراءتك وخبرتك الكبيرة في الكرة السورية، هل ممكن أن تشكل حافز للفريق كخطوة أولى ببقائه بين كبار الكرة السورية؟ هلا هذا الموضوع بصراحة يعني احنا في تفاصيل يعني لازم واحد شوي يوضحها أستاذ سومر. يعني أكيد نقطة من فريق جبلة لازم تكون حافز للفريق لحتى يعني يخطي خطوة للأمام. هلا مبارته القادمة هي بحلب مع نادي تشرين، فريق متصدر فريق تشرين، فالمباراة صعبة كتير على فريق النوع عفرين، ولكن ليست مستحيلة، لابد أنه يستفاد من هاي النقطة. ولكن المشكلة هي ما بعد هاي المباراة، مو بس لفريق عفرين لكل الفرق، راح يتوقف الدوري مرة تانية بسبب انشغال المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب. هذا الشيء أنا بتوقع كمان راح يكون يعني راح يخفض الحافز لتحت، لحد ما راح يخلي الفريق يمشي بشكل صح.
هذا الشيء مؤثر كثير على أغلب الفرق، وأتوقع عفرين ممكن يتأثر بهذا الشيء بالفترة القادمة. نعم فعلا للأسف يعني كابتن جو مرد، يعني نتمنى يعني أنه نشوف روزنامة واضحة وصريحة للدوري السوري، لكن للأسف التوقفات الكثيرة تؤثر على الأندية وعلى أداء الأندية وعلى رتم المباريات. نتمنى من اتحاد الرياضي يعني على القليل بيحط روزنامة واضحة مشان كل الفرق بتعرف ايمت بدها تلعب وايمت بدها تخوض مبارياتها سواء على أرضها أم خارج أرضها. طيب كابتن عمار بنتقل لعندك، الاتحاد وحرجلي، الاتحاد الحقيقة القلعة الحمراء يعني يمر بظروف سيئة رغم أنه الدوري لازال ببدايته بالجولة الخامسة، يعني شو أسباب تراجع نتائج الاتحاد هذا الموسم كابتن عمار برأيك؟ طبعا مباراة الاتحاد والحرجل أنا بشوفها كانت المباراة الأجمل بين المباريات السبعة. مشكلة الاتحاد بشكل خاص يعني أنا بشوف الفريق عم يقدم أداء مثالي للأمانة، لكن لم يحقق أي انتصار. مشروع كابتن عمار هل الأداء 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 مهم؟ صحيح يعني صحيح. أنا بوافقك الرأي إنه الأداء مهم جدا، لكن فريق مثل الاتحاد يجب أن يقترن الأداء بالنتيجة. صحيح صح، لكن لو راجعنا أسماء الفريق وراجعنا معدل الأعمار راح نعرف أنه فريق الاتحاد حاليا بمرحلة بناء مشروع جديد، لاعبين شباب مواليد 2003 و2005 و2002 و2001 وكل من أبناء النادي، وحتى مباراة الحرجلة الاتحاد تأثر فيها بسبب وجود ثلاث أو أربع لاعبين من فريق الاتحاد بمنتخب الشباب. فأنا بشوف يعني الاتحاد أداء مثال، لكن نقص الخبرة خصوصا بالناحية الهجومية عم يحرم الفريق بأكثر من مباراة من الفوز. راجع مباراة تشرين مثلا شو كان في فرص كثيرة سانحة للتسجيل، مباراة الجيش أيضا كان في فرص كثيرة سانحة للتسجيل، حتى بمباراة الفتوة ولغاية الدقائق الأخيرة كان الاتحاد قريب جدا من التسجيل وقادر على الفوز، لكن نقص الخبرة عند لاعبي عم يحرم فريق الاتحاد من النقاط الثلاثة ومن تحقيق الانتصارات. للأمانة أنا بشوف وضعية فريق الاتحاد حاليا وضعية مثالية للمستقبل القريب، أيضا حتى ما نقول المستقبل، عند لاعبين شباب ممكن خلال موسم أو موسمين أو ثلاثة نشوف مجموعة رائعة من الشباب، فريق مثالي عم يعني مشتغل مع بعض فترة طويلة، وأنا واثق يعني من هالشيء. طيب خلينا نشوف وجهة نظر كابتن جومرد بهالنقطة. كابتن جومرد هل توافق كابتن عمار بموضوع تراجع نتائج الاتحاد أم لك وجهة نظر أخرى؟ لا تماما أنا بوافق الكابتن عمار بصراحة. فريق الاتحاد مدرسة، ويعني إذا بتتابع فريقهم الشباب بقيادة الكابتن معن الراشد بالموسم الماضي حقق طولة الدوري وعم يرفد الفريق، مثل ما بنعرف عن نادي الاتحاد هاي المدرسة المميزة دائما بلاعبين مميزين. مطلوب شوية صبر من الجمهور على هذا الفريق، إذا يكون في بعض السلبيات أو النقص بالفريق أكيد يعني الكادر التدريبي أقرب وممكن يعني يطور هالنواحي هاي. بتوقع بالفترة القادمة راح يكون فريق الاتحاد من الفرق الجيدة بالدوري. أنا كمان بحب يعني يضيف ونعطي حق لفريق الحرجلة المجتهد اللي كمان عم يلعب بشكل جيد وبثقة ضد الفرق الكبيرة. فعلا المباراة كانت جيدة المستوى، ال 12 دقيقة الأولى كانت مجنونة بصراحة، هدف بالدقيقة 12 لفريق الاتحاد وبعدها بأقل من دقيقة بنصف دقيقة هدف جميل جدا للاعب محمد حمدكو وهدف التعادل للحرجلة، كانت يعني صدمة لفريق الاتحاد بعد نص دقيقة بيتعرض لهدف. استاذ سومر كمان يعني بحب يعني من خلال الأهداف اللي عم طالعوها يعني كتير مهم نسلط الضوء على نجومنا الكبار اللاعبين الخبرة اللي عم يقدموا مستوى رائع جدا بصراحة، محمد الواكد، محمد الزين، وهدول المهاجمين المميزين أحمد العمير بصراحة ترفع القبة على إلهم على أدائهم وعلى التزامهم وعلى اهتمامهم بصحتهم وتقديمهم لهالأداء المميز اللي عم يكونوا نقطة فاصلة بأنديتهم لحد الآن. نعم فعلا كابتن جومرد يعني بوافقك الرأي، نجوم يعني بيقدموا مستويات كبيرة خاصة يعني الكابتن محمد زين ورغم تقدمه بالسن بعتقد يعني إلا أنه يعني ما شاء الله مثل الشباب بيقدم أداء مميز، ونتمنى التوفيق لكل نجومنا بالدوري السوري ولكل الفرق المشاركة. كنت سعيد جدا بتواجدكم معي كابتن جومرد موسى وكابتن عمار
جراد، لكن أدركنا الوقت وانتهت الحلقة. إلى هنا نأتي لختام حلقتنا لهذه الليلة، وفي النهاية أشكر ضيفاي الكريمان. كان معي من ألمانيا الكابتن جومرد موسى، نجم نادي الجهاد ومنتخب سوريا سابقا، ومن العاصمة السورية دمشق الناقد والمحلل الرياضي الكابتن عمار جراد. شكرا جزيلا لكما، والشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا. دمتم بخير وإلى اللقاء.